نسوي قشطة للشعيبية أو القشطة، كوبين حليب، سميد، نعم، ربع كوب شكر، مي ورد، مي زهر، نخبط كل شيء، نترك المزيج حتى يصير كثيف. هالكثف راح نخليه نوطي النار، نخلي كوب جبنة موزاريلا، خفيت النار بس راح انتظر تذوب الجبنة حتى اشيلها. نتركها تبرد حتى نحشي بيها شعيبيات أو كنافة، أو نخليها ويا جبنة الكنافة. نقصها بشكل هذا، تعرف لأن إيد واحدة. هاي قصيناهم بالطول بهالشكل هذا، راح ناخذ طبقة طبقة نمسحها دهن الحر أو زبدة. راح أخلي طبقتين أو ثلاثة بكيفك أنتي مثل ما تريدين. سخن الحلو عندك الشعيبيات، ندهن الطبقة الثانية، ناخذ قشطة نخليها أول زاوية بهالشكل هذا. نبدي نلفهم مثل ما نسوي السمبوسك. الشكل نشوف بالنهاية يصير هالشكل، تطلع عنده هالشكل. سويت أني شوي كم واحدة حتى تشوفوها قدامكم. ورقة ورقة نمسحها دهن حار أو زبدة. الطبقات متوقفة عليكم، تريدوها ثخينة أو تريدوها خفيفة هذا بكيفكم. أنا راح أسوي ثنتين. راح أخلي الطبقة الثانية بهالشكل وأمسحها زبدة. أخذ القشطة اللي سويتها أخليها بأول زاوية منها. نوزعها بهالشكل، نلبتي نلف مثل السمبوسك. مثل ما تشوفون نجيبها على هنا، هاي هنا الشكل بهالشكل، تطلع عندنا هيجي مثل ما سويت البقية. نرجع نكمل. والقشطة اللي سويناها هم تنفع للقطايف، وتخلوها ويا جبنة الكنافة. هسه راح نجرب ثلاثة نشوف السخن مالتها شقد راح يطلع. طبقتين وهاي الثالثة. نخلي قشطة
كمية القشطة مطبخة على حسب رابط واحد شكد يريد بيها قشطة. هاي خلينا قشطة على الزاوية الفوق، راح نلفها مثل ما نسوي السمبوسك بهالشكل هذا. نجيبها هالشكل، تم تشوفون كلش كلش سهلة. تبدين تفردين القشطة لما راح تطلع بعد، تطلع بهالشكل. الفرن بهالشكل هذا، ندخل الفرن على درجة 350 لمدة أقل من ربع ساعة، وبعدين نطلعهم حتى نخلي الشيرة عليهم. راح نخلي الشيرة هسه نزينها بالفستق. ألف عافية. نفتح واحدة قدامكم ونشوف شلون طلعت. تشوفون القشطة. أتمنى تكون عجبتكم الوصفة، ونشوفكم بوصفات أخرى إن شاء الله، ومع السلامة.